يمكنك من خلال فيديو المراقبة هذا مشاهدة الحادث. تحاول سيدة عبور الطريق بينما ترى بوضوح سيارة قادمة، ولكن بعد فوات الأوان. إذا أوقفنا الفيديو هنا نرى لحظة ما قبل الاصطدام، والذي كان عنيفاً لدرجة أن حذاء السيدة قذف للجانب الآخر، كما نشاهد في الكاميرا الأخرى. إنه شيء مريع حقاً أن نرى سيدة تفقد حياتها، هذا مروع. يملك ريك بيج متجراً للدراجات الهوائية، وثقت كاميرا المراقبة الخاصة بمتجره الحادثة ليلة عيد الميلاد. الضحية كانت تعرف باسم كارلا ليانوس، وكانت تبلغ من العمر 26 عاماً، وقال أصدقاؤها إنها كانت بالشهر السابع من الحمل. كانت فتاة جيدة وسيدة خيرة وأما صالحة، وكانت صديقة مدهشة. أنا أقول ذلك وأنا لازلت في حالة صدمة. بعد الصدمة هب الناس للمساعدة، لكن كارلا لم تكن تستجب. أخذت على الفور للمستشفى حيث توفيت هناك، لكن الأطباء تمكنوا من إنقاذ الطفل وهو ولد. المولود الجديد حالته مستقرة حسب آخر تقرير للمستشفى. تظهر كاميرا المراقبة أن الإشارة الضوئية كانت خضراء لصالح السائق، إلا أن السيارة مضت مسرعة مبتعدة عن مكان الحادث. تمكنت الشرطة لاحقا من القبض على السائق، وهو شاب يبلغ من العمر 22 عاما.